طيب دكتور، بشكل بسيط جدا، المنفعة اللي هتعود على المواطن اللي بالفعل ساكن في المدن، خلينا نقول المدن الأصلية أو المدن المتعارف عليها، إيه المنفعة اللي هتعود للمواطن لما أبني له مدينة دمياط الجديدة، سوهاج الجديدة، المنصورة الجديدة؟ إيه المنفعة اللي هتعود عليه؟ طيب أولا، هي لو أنا ما عملتهاش كان هيتضر من إيه؟ هو ممكن، هو قضية برضو، إحنا في عمر المدن العشرة والعشرين والتلاتين سنة، دي مدة قليلة يعني، كأنها سنة طبعاً اتنين طبعاً. تلاتة. لو يعني في القاهرة كلنا كنا عارفين سلوك منطقة القاهرة من 2014 ل 2020، خلاص مرور تكدس غير طبيعي، على الرغم من كل شبكة الطرق اللي بتتعمل، كل المواصلات زحمة، العيشة نفسها بقت سعر خانقة السكن جداً طبعاً، سعر السكن غالي جدا. فهو لو ما اتعملش كان هيعيش ازاي؟ مش هيلاقي مكان للإقامة بتاع الجيل الثاني والجيل الثالث. المدارس بقت مكتظة، وعدد عدد الطلاب اللي موجودين في المدارس بقت الفصل كام واحد. طب عشان نعمل مدارس اكتر، بقى التلميذ بيركب باص 20 و30 كيلو. فهي النقطة، هل كان ينفع يكمل يعيش كده؟ لا. اما لما اعمل مدينة جديدة، جودة الحياة بتتحسن، يعني بالضبط دورة الحياة بتتحسن. الوقت اللي كان بياخده في وسط الدايرة العشرين كيلو هو هو الوقت اللي بياخده في الاربعين كيلو. بعدها بشوية الجيل الثاني والجيل الثالث هيبدأ هناك يتوطن في المنطقة الجديدة. فبقت منطقة جديدة. كمية المسطحات اللي مبنية بتعمل تعادل في الأسعار مهما كان. يعني هي برضو سؤال، لو ما كنتش عملت كان هيبقى بكام؟ طب ما كان ده هيتم إلا بشبكة طرق مهمة جدا طبعا. يعني وعايزين حضرتك توضح لنا الفكرة دي، إنه مهم جدا يبقى فيه بنية تحتية وشبكة طرق متميزة ممتدة على ربوع الجمهورية عشان أبتدي أنتقل من المحافظات الأصلية لمدن جديدة. طيب وهناخدها برضو على العاصمة الإدارية. تمام. يعني هناخدها لو إحنا العاصمة الإدارية رحنا المكان دلوقتي ومتجاهلنا الطرق تحت بند ان هي عاصمه، كان هيبقى الوضع ايه؟ ولا كنا نعمل الطرق والشبكه النقل الذكيه والمواصلات، شبكه النقل اللي هي متعدده كمان في كل وسائل النقل، خلاص في المكان الجديد، هل كان ينفع تتنقل؟ احنا زي ما بنقول، نرجع تاني للاساس الفكره، ان كان العاصمه الاداريه الحاليه او المقر الحكومي اللي هو وسط القاهره، كان كل الدراسات بتقول عشان نسهل التنقل فيه، خلاص عشان نرفع النقل في 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 العاصمه، كنا محتاجين لمشروعات نقل بحوالي 100 مليار دولار. خلاص عشان ما وصلش ارفع بس السرعه، متوسط سرعه التنقل داخل القاهره من 6 ل 15 كيلومتر في الساعه، انا كنت محتاج 100 مليار دولار. ناخد بقى 100 مليار دولار وهي الازمه ما اتحلتش، انا باجلها من 20-30 لو 2050، ان برضه هتبقى عندي ازمه تاني. فلما اطلع اروح اعمل عاصمه اداريه، برضه زي ما بنقول هي تبعد من 40 ل 50 كيلو من اطراف القاهره. القاهره القديمه المقر الحكومي كان عليها الدائري الاولاني والدائري الاوسطي والدائري الاقليمي. خلاص، وهروح اعمل شرق القاهره الجديده، هعمل مقر اداري حكومي. المقر الاداري الحكومي ده لو ما كانش فيه طريق طميه العين السخنه ست حارات النهارده، دايري الاقليمي بقى 4 حارات، وانا بعمل القطار الكهربائي اللي كانت كل دراساته بتقول ان هو يوصل لغايه مدينه العاشر، فرحت انا مده لغايه الدوله، مدته لغايه العاصمه الاداريه. طب انا طريق المشروع القديم اللي كان موجود في القاهره الجديده اللي من 2005، ان هو يتعمل سوبر ترام يمشي في وسط القاهره الجديده لغايه الجامعه الامريكيه، رحت انا لقيت ان انا محتاج بقى عندي نقطة جذب تانية اسمها العاصمة الإدارية، هتجيب ركاب، فبقى عندي ركاب فوق 50,000 راكب، فرحت عامل مونوريل، رحت موديه لغاية هناك. لو أنا ما كنتش عملت الكلام ده، رحت موسع التسعين الشمالي وموسع طريق السويس، وعامل محور جمال عبد الناصر، وعامل محور شينزو آبي، ومسهل الحركة لكله، والطريق الدائري الإقليمي وسعته، وعملت الكلام ده كله، كان النهاردة بقى عندي مشكلة لو أنا ما عملتش الكلام ده برضو في المقر الإداري الجديد للحكم. بس هي الفلسفة برضو تاني، آدي المكان اللي احنا بنقول عليه وسط القاهرة، وبعد كده أنا رحت عامل مدينة جديدة، وبعد كده المدينة الجديدة هي أقرب مكان لكل القاهرة، اللي جاي من أكتوبر يطلع من الدائري الأوسطي بيخشش وسط البلد،
يطلع من الدائره الاوسطي ويروح العاصمه الاداريه الجديده، اللي جاي من الشرقيه يجي من الدائره الاقليمي، اللي جاي من الصعيد من المنيا وبني سويف وعايز يروح العاصمه الاداريه يجي من الدائره الاقليمي من الجنوب ويطلع. طب اللي ما عندوش عربيه الاقي القطار الكهربائي يركب الخط الثالث وبعد كده يجي على محطه عدلي منصور يركب القطر الكهربائي يروح لغايه العاصمه.